للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين قرارات تنفيذية جديدة من الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة. اليوم سأوقع بعض الأوامر التنفيذية لتعزيز نظام الهجرة والبناء على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها في اليوم الأول لحماية الحالمين وما يتعلق بحظر المسلمين ولإدارة حدودنا بشكل أفضل. يقول بايدن إنه لا يضع قوانين جديدة لكنه ينهي سياسات سيئة، سياسات أدت وفق وثائق المحاكم إلى فصل أكثر من 5500 طفل عن ذويهم ومنعت الطريق أمام الملايين للحصول على الجنسية الأمريكية. يعود بايدن عنها ليصل عدد القرارات التنفيذية حتى الآن بشأن الهجرة إلى 9، ومع ذلك يتطلب الأمر أكثر من قرارات تنفيذية لإصلاح نظام يثير الكثير من الجدل. المشكلة الأساسية في نظام الهجرة هو أن الجهة المسؤولة عن حل القضية هي الكونغرس وهو لا يقوم بعمله جيدا. مر أكثر من 30 عاما منذ أن ناقش الكونغرس مشروع قرار بشأن الهجرة، وكثير مما يقوم به بايدن هو التراجع عن قرارات ترامب ليعود الأمر إلى الوضع القائم، والوضع القائم ليس جيدا. يحاول بايدن بدء عهد هجرة جديد يسهل فيه الطريق للملايين للحصول على الجنسية الأمريكية، ويلم شمل أطفال فصلوا عن ذويهم ويوقف إبعاد المهاجرين لحين إجراء مراجعة شاملة لسياسات الإدارة السابقة. مع كل إجراء جديد يطوي الرئيس الأمريكي جو بايدن صفحة سلفه في البيت الأبيض. تغييرات جذرية يفي بها ولو من خلال القرارات التنفيذية حتى الآن، وعود قطعها خلال الحملة الانتخابية. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن.